بالهداوة يا سعيد عدياي المقلي والبطاطس المقلية. إيه. يمكن مقالي لذيذة، ولكن التحدي الأكبر في رمضان هو التزام بأكل صحي ومغذي. كل 100 جرام من صدر الدياي المقلي في 200 سعرة حرارية، وهذا من دون جلد، فما بالك لو مع جلد. بينما الدياي المشوي في 150 سعرة. ها؟ ونعرف يا سعيد أنت تحب البطاطس المقلية. هي. ولكن كل 100 جرام منها يحتوي على 14 جرام دهن و 289 سعرة حرارية، بينما البطاطس المشوية فيها 93 سعرة وجرام واحد من الدهن. الأعشاب والتوابل بديل صحي، مثلاً إكلي الجبل الأوريغانو فيه مضادات أكسدة، مسحوق الكاري يساعد تقوية جهاز المناعة، والكمون يساعد على الهضم وتخفيف النفخة. ولازم ننتبه لأسلوب الطبخ، مثلاً البروكلي يفقد 27% من الفيتامين سي إذا طول في السلق، عشان شي نجرب طبخ الخضار على البخار لدقائق معدودة. في اللحم والستيك ممكن استبدال الصلصات الدسمة والمالحة بصلصة البصل المذبل بشوية زيت، وبعد ممكن إضافة الحامض أو قشر الحمضيات أو بذور الرمان والكزبرة. مبارك عليكم الشهر، وعساكم دوم صحة وسعادة.